ملاكمة خليف إيمان، بطلة إفريقية مرتين، خامسة في ألعاب أولمبية أخيرة طوكيو 2021. الطريق إلى الفريق الوطني ماهو سهل، صعب بزاف، مملوء بالحواجز، خاصة أني من ولاية تيارت اللي هي ولاية محافظة، وفي ولاية تيارت في قرية نائية، لهذا الشيء بالك أثر عليا وين دار لي عدة حواجز باش يكون الطريق نوعا ما شيق وصعب للوصول إلى الفريق الوطني. كلام الناس اللي يقول لك ملاكمة للرجال وانت تشبهها بالرجال، وهذا شيء ما كنتش اخذته بعين الاعتبار باش نواصل الحلم تاعي ونلحق الهدف تاعي. كنت صغيرة، كنت ندرس في السنة الخامسة ابتدائي، وين كان هناك ولد شغل لي عايرني وين يقول لي انت متشبهه بالرجال، انت منا، انت كذا، وين رحت تما كينا ضربته، وين راح للطبيب قال له مستحيل انه تكون ضرباتك طفله. قال له هاي والله العظيم كله مستحيل، قال له ضرباتك طفله، قال له وين ضربوك بمارطه واشكله مستحيل. عندنا بطولة عالم إن شاء الله اللي رانا نحضروا لها في شهر ماي، إن شاء الله نقول لكم هيكون أمل كبير في الملاكمة النسوية اللي راهي تشاهد نهضة كبيرة في هذه السنوات الأخيرة. الهدف تاعي وهو حلم أولمبي، وإن شاء الله راح نكون في حاضرة أولمبي، نكون حاضرة في أولمبياد باريس 2024، وان شاء الله راح يكون تتويج، وراح اعمل بجد لاسعاد الشعب الجزائري اللي راه واقف معايا. راح نكونوا حاضرين في عده منافسات دوليه باش نشرفوا الجزائر ونرفعوا علم الجزائر. 1 2 3 فيفا الجزائر.